الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. وبوانة مكان. وهذا الرجل جعل على نفسه عهدا عند الله سبحانه وتعالى أن ينحر لله ناقة بهذا المكان المعين الذي يسمى ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمرين. الأمر الأول قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. وهذا الحديث فيه أن هذا الرجل أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى في مكان من الأمكنة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذين السؤالين المهمين، لأن هذه عبادة من العبادات لا ينبغي أن تقيد إلا إذا جاءت مقيدة بالشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفسر واستفصل: لماذا يريد هذا الرجل أن ينحر هذه الناقة بهذا المكان؟ وهذا يبين أن كثيرا من الناس إنما يذهبون إلى أماكن الباطل يعبدون فيها الله عز وجل، فهذه عبادة باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل فيها وثن من كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان على هيئة صنم أو كان شجرة أو كان أحجارا أو كان رجلا أو كان قبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موطئ الإمام مالك، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز وتحرم عبادة الله عز وجل في مكان الأوثان. الليلة يا أخواننا، نحن عندنا هنا في السودان أعظم العبادات في أماكن الأوثان والأماكن التي يعبد فيها غير الله عز وجل. الليلة لو مشيت أي مقبرة من مقابر المسلمين مما فيها ممن يزعمون أنه ولي لله سبحانه وتعالى، بتجي تلقى في هذه المقابر من صرف العبادات مش لله عند القبر وهو باطل، بل من صرف العبادة لصاحب القبر، لصاحب القبر. وقد نشر هذا الباطل والضلال ويروج له الآن في السودان الصوفية. يقول لك: إن فاتك الحجاز أمشي أبو حراز. لو فاتك تحج بيت الله سبحانه وتعالى تمشي تحج لأبو حراز. وهذا الكلام موجود برضو هناك المكاشية، القبة بتاعت موسى بقصة. إمتى؟ موسى بقصة قبته ظاهرة كبيرة، جنبه كم قبة كده، في شيخين عندهم قبتين. إنت لما تجي بين القبتين دين بتجري زي العمودين الأخضرين، يقول لك ده اسمه الشيخ أبفز عن جري تم جري. يا زول فهمت؟ عبادات لهؤلاء الموتى من دون الله سبحانه وتعالى. وقد روج لهذه الوثنية في السودان وفي العالم الإسلامي الفكر الصوفي الذي ليس له علاقة مع الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. روج للناس أن يصرفوا جميع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. أمسك القصائد تعطى الطرق كلها، كل الطرق بيقولوا لك تنادي أصحاب
القبور واصحاب القباب ويجي يأصل لها في التلفزيون. يقول لك تقول مدد يا شيخ، تقول نظرة يا شيخ، تقول يا شيخ في حواس، تقول يا شيخ في حماد، تقول يا شيخ افزعنا والحقنا، ده كله قاعدين يأصلوا له في الإذاعات. الطرق دي كلها امسكة. يقول لك إنها بخب البرع يقول في البلاد نزير، قل يا ولي الله إسماعيل. إذا حلت بالبلد مصيرة يقول لك نادي الموتى من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الكفر بعينه، وهذه هي الردة الصراح التي ليس بعدها ردة. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا عز وجل قال في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك يا أخوانا الفكر ده يروي للشرك. يقول لك إذا كنت في هم وغم فقل يا أمير غني آتيك بسرعة. فهمت؟ يقول لك قل إن نابك خب وتنزيل فقل يا إسماعيل. يقول لك قول يا أبشرة. يقول لك قول يا رجال العلفون الأسرع من التلفون. يقول لك قول يا ود بدر من الفقر يدعون من دون الله ما لا يملك لهم شيئا وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة هذا الدين الذي هو دين المشركين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت لأسلم لرب العالمين. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يا أخوانا ده كلام الله، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وما برزت العداوة لرسول الله ولجميع المرسلين إلا بأن بينوا هذا الأصل لأممهم وبأن نقضوا لهم هذه الآلهة كما قال الله عز وجل في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أي المتأخرة الحقيرة كما قال الإمام السعدي وقال الشيخ ابن عثيمين. دفوا تهكم واستهزاء بآلهة المشركين وبعقولهم. ولما فهموا ذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جئت بأمر فرقت به جماعتنا وسفهت أحلامنا وعدت آلهتنا. لماذا؟ لأنه بين لهم أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر. أنا ما أتصور يا أخوانا إن ناس السودان مع ما فيهم ومع عندهم من الفقر ومع ما عندهم من الأمراض ومع ما عندهم من المشاكل والنكبات وهم يتمسكون بالأولياء لينفعوهم أو يضروهم ومع ذلك الأولياء لا يستجيبون لهم. ثم مع ذلك بعده يقول لك شيخنا قوي، شيخنا لحق بعيد، قولت يا كالبرق لاح أبويا الشيخ يغطي الكون بجناح. ده واحد اسمه ود رحمة بروج للطريق المكاشية. يقول لك نادي ركاني كالبرق رمش يلف الغرقان سوال ونش. فهمت؟ والغرقان بيجيبوا له ونش. طيب القافة ما بترمي الونش جوا، لكن المشرك بليد اللي بفهمه منه. فهمت؟ ده كله باطل وضلال قاعدين يروجوا له الصوفية ويروج له الإعلام بتاع الصوفية المفتوح لهم الآن. فهمت؟ مفتوح الآن إعلام ياخده كله خليه. ده شرك وضلال يروج لك إنه الأولياء يتصرفون في الكون زي ما جابوا خليفة الكباشي. قال له اتكلم لنا عن أبوك الشيخ الكباشي. قال من كرامات أبونا الشيخ الكباشي كرامات كثيرة. من هذه الكرامات إنه أبونا الشيخ الكباشي ربنا اداه كن فيكون على لسانه. وبعدها قام استدل قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عبدي بيدي كن فيكون، اعبدني اجعلك تقول للشيء كن فيكون. هذا الحديث ليس
من كلام احد من المسلمين، وانما هو من كلام الشيعة، كما ترجع كتاب مستدرك الوسائل او كتاب بحار الانوار للنوري الطبرسي الشيعي الكافر. فهمت يا صوفي يا تبع الكباشي؟ قام قال المذيع، قال له طيب اذا ما في ناس، بعض الناس ضعفوا هذا الحديث. قال طبعا اذا ضعفوا الحديث نحن حجتنا قاعدة، لانه ربنا قال لهم ما يشاءون عند ربهم. المذيع جاب هدي، قام قال له طبعا ومشيئة الله لا حدود لها. بالله انت قايل انا تقول طبعا في مخك لا حدود لها وين؟ فهمت؟ الآية دي بتتكلم عن الآخرة زي ما قال ابن كثير وابن جرير الطبري والقرطبي وغير من علماء التفسير، ولا خلاف بين ذلك عند المفسرين. الآية في سورة الزمر ربنا سبحانه وتعالى قال والذي جاء بالصدق وهو رسول الله، والصدق القرآن، وصدق به يدخل فيهم أبو بكر الصديق وغيره من الصحابة، وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فلهم ما يشاءون عند ربهم في الجنة. الليلة نحن دار المحشر، في ناس غشوا الجنة الآن، تيقول الفكية لهم ما يشاءون عند ربهم. عشان كده بتعود بدر في كتاب سراج السالكين طابع المجلس الأعلى للذكر والذاكرين بتاع الصوفية، فهمت؟ قال والأولياء بتاعين الله 8 بس، ونحن عارفين ان اولياء الله لا يعلمهم الا الله. كل من سيدخل الجنة هو ولي. ربنا قال في سورة مريم وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شنو؟ تقيا. فهمت؟ ديل الاولياء ده قال الله عنده 8 اولياء كمل، 4 باليمن ويمكن يكون على عبد الله صالح قتل نصهم، قالوا 4 بالسودان وكلهم ماتوا. يعني احنا كلنا ديل كده خلاص، احنا برا دور الستاشر ورطونا كلهم. فهمت؟ قال ومنهم احمد الطيب البشير السماني. فهمت؟ قال وقد ملكه الله الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. كويس يا ناس، ده من شروف الاعلام، ده من شروف الاعلام. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده السؤال الاول، هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية؟ ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ الاعياد التي صارت كثيرة كثيرة جدا، خليك من اعياد الدين، في اعياد كثيرة في النص، عيد الشجرة وعيد الام وعيد السخلة وعيد الكتاب وعيد المدرس وعيد الطبيب وعيد وعيد وعيد، كل اعياد مبتدعة، عندنا عيدين بس. كويس، الليلة الايام الجاية دي في عيد يسمى بعيد المولد، وعيد المولد هو موسم من مواسم الكفر بالله ونشر الشرك بالله، تخصص في ذلك الصوفية. شروا ليه الزمن ده؟ عشان كده الايامات دي تاجين جلس، ها قالوا لهم تاني ما في كلام بالمايك وما في اختلاط وحاجات زي دي، قالوا لا لا ده كده استهداف للصوفية، ما عارفين نفسهم، محل ما فيه فساد ما بيقدروا يشتغلوا كويس. أسئل الليلة تعال خش الخيمة بتاعت المولد، أول حاجة تفرقة للأمة بطريقة سمانية، دي القادرية، القادرية 11، السمانية 13، دي البيجاي ما أعرف ليه ختمية، دي التجانية، دي الكزنزانية، دي التسعينية، دي التكسي أتبع عمك. فهمت؟ دي غيرهم من الطرق قاعدة وموجودة، الأمة مفرقة. فهمت؟ وأي طريقة بتزعم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي خيمتها، الرسول يخش على اللمين بتاع البنات والتكسي بتاع الحنة، ولا يخش على بتاع الصابقاب ناس مدد يا عبد القادر الجيلاني، ولا يخش على بتاع البرهانية، ولا يخش على بتاع السمانية ومرح، ولا السمانية البرعي، ولا السمانية الكريدة، ولا السمانية طابط، ولا السمانية مجكو، يخش على منه النبي عليه الصلاة والسلام كذب ونعب على الناس. ده واحد. اثنان، تلقى الفساد وقلة الأدب. أنا الكلام ده دائما بقوله، المولد بتاع بحري قبل سنتين الكهرباء قطعت لها 3 دقائق او دقيقتين، 3 بنات اغتصبوه، ما بحل بتاع فساد. ايه التغلى ولا الخيام دي كلها دراويش، بعدين دراويش ضاربين المهيوبة. فهمت؟ والدرويش قاعد تحت ابوك الشيخ وحلاوة مولد مدورة. فهمت؟ والدرويش اعزب لا زوجة له تكسر شهوته، والنور طفى والزحمة كثيرة
ونقص الشرطه ما بيقدر يحصله وزادت وبتاع ونار والى اخر. تمام فاهم الحاصل؟ ما ممكن، ما لازم يحصل الفساد، لازم يحصل الفساد. هل ده بيرضى به النبي عليه الصلاه والسلام؟ زيد على ذلك القصائد، قصائد ها ابونا شيخ طرفه ونزل المطر ويجي يجيبوا له بتاع البرهانيه واعلموا، قال جبريل ميكال اسراف عزراو هم جنودي في التصريف وهم تحت امرتي. قال الملائكه ديل ليش شغالين تحتي؟ ده جبريل شغال تحتي وغير من الملائكه. قال واجود على ام لترحم طفلها ورحمه من في الكون من بعض رحمتي. فهمت؟ يجيك بتاع السمانيه يجي يمدحوه بالقصايد. ها استاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، لو اتبعك الصغير في كربك عنده بتغيث جنده لا تضحك عنده الى اخر. يقول لك مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. في المولد يعلموك انه الشيوخ بيقلبوا الولد او البيت لولد، يعلموك انه الشيخ ممكن يخلق من الشجرة بني ادم. ده اخواننا كله من الضلال والباطل واعياد الجاهلية التي ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، وانما علينا ان نتبع اثارهم كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهمت؟ والامام مالك قال من ابتدع في الاسلام بدعة وزعم انها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لان الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم دينا. الليلة بتجي تلقى شيوخ بتاع ضلال وباطل حيجي يروجوا لك شبهات انه المولد يجوز وانه المولد. نحن بس دايرين لهم، دايرين منهم سؤال، متى جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في الفضايات بتاعت المدينة قبل ما تتبني المدينة دي؟ ما كانت صغيرة كويس. النبي عليه الصلاة والسلام ما ملق الفضايا وعمل له خيم وجمع الصحابة وقالوا السيرة بس من غير اختلاط ومن غير نوبات ومن غير كشاكيش ومن غير فتة. متى فعل ذلك رسول الله؟ ولماذا لم ينقل ذلك البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا الترمذي ولا غير من اهل السنن ولا الامام احمد ولا الامام مالك؟ ولماذا لم ينقل ذلك اصحاب المذاهب الاربعة؟ لماذا لم ينقلوا ذلك؟ لماذا غشوا المسلمين؟ لماذا دسوا عليهم دينهم؟ لماذا تركونا نختلف هذا الاختلاف؟ ما يزول المسلم يشغل عقله ده وينظر ويتأمل في أدلة الكتاب والسنة. لماذا كتم هؤلاء العلماء الأجلاء، لماذا كتموا عنا هذه البدعة الفاجرة المنكرة التي ينشر فيها الكفر بالله؟ لماذا كتموا خيرها عنا؟ ليه؟ ليه ما نقلوا علينا؟ ليه؟ ليه نقلوا أي حال من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، في حجه، في زكاته، في تعامله مع أهله، في اغتساله، في تطيبه، في تسريحه، في لبسه، في اي حاجة، في اي امر من امور النبي عليه الصلاة والسلام نقلها لنا؟ ليه ما نقول لنا المولد؟ لو نقلوه وين في هاتو كتاب عشان تعرف الكذب والدجل والباطل ويزيد. يا اخواننا الامر مرارة، يزيد الامر مرارة انه اذا علمت انه البلد دي فيها شيوخ يسموهم انصار السنة ثابتين على الحق عندهم قنوات. شفت الزول العامل زي تقول مفوت كتينة ده البكاري بجاي ده عنده قناة، عنده قناة ما ليه ما بتكلم فيه عن المولد؟ شيوخ انصار سنة قناة الاستجابة، قناة نور قاعدة ومدورة، ليه الزول ده ما داري يتكلم فيها؟ ما تتكلم في المولد، اتكلم في بدعة الصوفية. هذول الصوفية ماشيين يفضحوه وقالوا دارين ينشروا الدين الوسطي. يا اخي الوسطي ده الدين، ربنا قال وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدلا خيارا، وخيار ذلك ان يؤمر بالتوحيد وان ينهى عن الشرك. لماذا تسكتون يا انصار السنة؟ ساكتين ليه؟ بس تعرف هنا في سوق ال17 لانه ما بزول بيسمعك، ولانه ده محل ما دار تجند فوقه ناس، لانك بتمشي هناك المنشية حل التجنيد، وما بتمشي الطائف وبتمشي الرياض وبتمشي غير من المحلات الدائر فيها قروش تملى بها كرشك، لكن الدين هو ارخص ما يكون عندك. ليه ما بتتكلم عنه؟ ليه ما بتبين للناس الحقائق؟
ما عندكم منابر، عندكم جرائد، عندكم قنوات، عندكم إذاعات، لماذا لا تحذر المسلمين؟ لماذا لا تنصح لهم؟ لماذا لا تكشف لهم الباطل كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لكن ديل ذاتهم مشاركين في أزمة الغاز، صح الصوفية بالشرك والضلال والباطل مشاركين، لكن ديل برضو مشاركين ساكتين. ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. المصيبة إذا لم ينكر الناس المنكر الذي هو الشرك بالله، الذي هو أخذ حق الله، المستحق للعبادة، المتفرد بالخلق، الذي اتصف بالملك، الذي له صفات الكمال، إذا أخذ حق الله وأعطي للعباد الضعفاء الفقراء الذين ليس بيدهم شيء وليس لهم من الأمر شيء ولا يملكون مع الله شيء، فأنذر العبادة والبلاد بالمصائب والفتن كما حدث لما كذبوا دعوة موسى. ربنا سبحانه وتعالى قال فأرسلنا عليهم الجرادة، مش الغاز ما فيه لسه جايك بعد شوية بتتكلم كده تبقى قعون جهنا. فأرسلنا عليهم الجرادة والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. أصفوا إذا كان الناس بطريقتهم دي والله ربنا ما يرفع علينا راية واحدة، ما يرفع علينا إذا كان ده نموذج العلماء. ولذلك أخواننا الناس تحرص هذه الأيام أن تنكر بيدها وبلسانها، ومن لم يستطع أن يخرج من أماكن الباطل المنكر وأن لا يشهد الزور كما قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قدم أخونا شيخ مزمج.